السلام عليكم بابنا متابعي اقواس على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم حبينا نديرو حصه خاصه بكواليس برنامج اللمزيه. هذا البرنامج اللي كان يتعرض كل خميس على قناتنا في اليوتيوب على الساعه 5 مساء، دور الشهر فريق لمده 4 حلقات. ينظف أحياءهم دون اللجوء إلى شاحنات النظافة أو عمال النظافة. بمثال مثال الحلقة الأولى من برنامج اللمزية اللي كانت تتكلم على ثقافة النظافة، صراحة احنا حاولنا في هذه الحلقة نسلط الضوء على بعض النقاط الإيجابية والنقاط المضيئة وبعض الأعمال وبعض الثقافات البيئية اللي هي الآن كان في ولاية أدرار. صراحة احنا حاولنا نمس بعض النقاط هي ممكن والمشاهد يقول انتم معنا انتم كما تكلمتوش على الأوساخ. نقول اننا مع هذه الامور اللي كاينه، امور كالنقائص وامور كالسلبية، كاين وعي وكاين ايجابيات وكاين شباب له غيرة على البيئة وعلى النظافة. الحلقة الاولى كما قلت حاولنا كما كانت الفكرة ثقافة البيئة عند الشباب، قصدنا ورشة التدوير اللي هي كاينة الآن في دار الشباب الكرازة الحمراء، ونحيي المدير ونحيي كاع الطاقم اللي قايم من إخوة وأخوات على هذه الورشة. وكذلك سلطنا الضوء على بعض الجمعيات الفاعلة اللي هما قاموا بمبادرات كبيرة ورائعة فيما يخص الثقافة البيئية. اليوم حبينا نعرف كيفاش كان سيرة العمل مع المخرج حنان بطاش ومع المنشط برنامج مبروك محمد ومع مصور البرنامج ايضا سالم جمعوي. تابعوا معنا كواليس الحلقه الاولى. والعديد من الجمعيات قاموا والعديد من الشباب قاموا بتنظيف احلامهم. مش هتنين على واحد اكسيون. ومن نتائج الحفاظ على البيئه عرض وشاركوا بها في عده معارض وعده ايام للثقافه البيئيه. وكاين نظافة في بلادنا، وهذه بلادنا كاين ثقافة. شكون باغي ينقيها؟ وفي الأخير نقول لكم عاود شكون باغي هو يكون لها؟ شكون باغي يكون لها؟ وهذه بلادنا لكن احنا ما نقيناهاش، شكون باغي؟ هنين نقول لك مانيش انا. هذيك هي. صح. كاينة نظافة. يا أما الحلقة الثانية من برنامج بلمزية التي كانت حول الرياضة، ممكن البعض ما يعرفش أنه في ولاية أدرار كان هناك طاقات كبيرة تاع الرياضة، وهناك شباب عندهم طموح عالمي باش يروحوا في بعض الرياضات مثل رياضة ألعاب القوى وكذلك كرة اليد لهم وكذلك عقل الفوتبال كرة القدم. احنا حاولنا في تلك الدقائق قليلة باش حنا نبرزوا انه في أدرار كاين شباب ما شاء الله عليهم، شباب لهم طموح باش هما يروحوا كرياضات كما ذكرنا الاخ الراز اللي فاز في لبنان في رياضة الرمي والدفاع عن النفس اللي كانت في لبنان وحقق المدالية الذهبية. كذلك الفريق الرياضي كالسيربية بغلوفين وكذلك اللي وصل الى ما بين رابطات. المهم حنا حاولنا نبينوا ان هناك رياضة وهناك طموح باش هما باش الشباب نتاعنا الرياضي يروح الى العالمية. وبعد مشاهدتنا لكواليس الحلقة الأولى راح نشوفوا كواليس الحلقة الثانية اللي كانت تدور حول الرياضة في أدرار، وكيف أن الرياضة في أدرار كان تحاول إثبات نفسها على الساحة الوطنية من خلال خراج عبد القادر الذي تحصل على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للرمي والدفاع عن النفس، وكذلك فاطمة الزهراء بن نوار المتحصلة على الميدالية الذهبية في وزن 63 كيلوغرام أشبال. شوفوا معنا هذه الكواليس وراح نشوفها. ولاية أدرار وحف السم وش الشحم مش كرة اليد حاليا راهي تصنع الحدث بمشاركتها في نفس فريق شباب أدرار لكرة القدم تأهل باش يلعب في بطولة ما بين رابطات مع
بعد فوزه وهذا بعد فوزه بالبطولة الصغرى وهذا بعد فوزه كات ما بين رابطات الوطنية الثانية ما بين رابطات كاس عبد رابطات مش بغيت ديرها مطروع عليه مديش فوق رجل مش عارف الجو اللي يقعد معرفش الجو اللي يدير فوق رجل القراءة الذي هذا هو الشرف تلين أضرار بالقراءة صراحة القراءة والمطالعة أنا عديدة من الفوائد العديد من الأمور الإيجابية على الفرد وفكر الفرد احنا حاولنا نسلط الضوء على بعض الأمور الإيجابية في المقروئية في أضرار لقينا عدة شباب لقينا عدة تلاميذ شاركوا في تحدي القراءة العربي اللي هو في دبي على غرار عبد الله فرح اللي فاز بها في الطبعة الفائتة في الإمارات وكذلك بعض المدارس الطيبة المدرسة القرآنية والإبتدائيات بس هما يحفزوا التلميذ على القراءة. الجزائر تقرأ تحدي القراءة واحد المطالعة قرارات الدراسية لكن غني وفي هذه اللحظة أن ترحموا على روحي أجي من هذا الحديث الأليم واللي نتجاوز الصدمة وشارك في تصفية تحدي القراءة وكذا أنا في ساعة زينة شبيك؟ خلاص كمل طريقك شبيك؟ وكذلك كما شاهدتم معنا في برنامج بلامسية حبينا نسلط الضوء على إبداعات الأرملة لقينا أنه هناك العديد من الأمهات الأرامل والمعوزات عندهم العديد من الحرف وعندهم العديد من المهارات سواء في الخياطة سواء في الطرز سواء في صناعة الحلويات حبينا نسلط الضوء عليهم وحبينا نسلط على جمعية كافي اليتيم نشكرها من هذا المنبر اللي وفرت لنا بعض الوسائل حتى نحن نصور حلقة إبداعات الأرملة احنا حاولنا باش نبينوا المشاهد انه لازم على المجتمع باش هو يدعم هذه الأرملة ويساعدها في التسويق لهذه المنتوجات نتاعها. اما الحلقة الرابعة والأخيرة كانت تدور على الجمعيات وكيفية مساعدتها للمرأة الأرملة في إبراز أهم أعمالها ونشاطاتها اليومية من خلال صناعتها التقليدية التي تعرض في مختلف المعارض التقليدية. تابعوا معنا كاملة الحلقة الرابعة والأخيرة. هي إجلال وتقدير وشكر لكل جمعيات الفاعلة والتطوعية. شكرا. قلنا بغات صور ما تصور أحوال والظروف. شوف الكاميرا صور تبرز موهبتها وتنمي الحرفة نتاعها في المجال الحرف والمواهب. والحمد لله هذه الجمعيات الخيرية الشبانية والتطوعية احتضنت اروح تشوف سامي ديها من فوق جمعية كافي الجمعية الخيرية هنايا ممكن انا خليها نورمال تشغل المحادثة هكا خليها فلوسها ما كيما هكا تبدينا زعما كشغلي يقولوا يحكموا على البرنامج ما هو البرنامج ما يحكموش عليه حتى كي يشوفوا هكا يحسبوا مسكم بعد عاد يدخلوا الكوين خلاص ما عندناش لايت لا دار لا شغل ما نكونش لا فهمتي
عندو بزاف متابعين تاع الروح ايات ماشي معيات غاردي سي غاردي سيريو وجمعي وحنا الضو وجمعيات بدورها في حاجه وكذلك ربما البعض يتساءل على اللغه نتاع البرنامج اللي حنا تعمدنا نقدموا بها هذا البرنامج. هي حنا حاولنا تكون لغه دارجه لغه عاميه لغه محليه باش حتى المشاهد والمجتمع كامل يفهم. لذلك حنا تعمدنا باش نخرجوا من طابعة البروتوكول نتاع العربيه الفصحى باش يكون التجاوب والتناغم بين البرنامج والمشاهد. تعمدنا نستعملوا اللغه الدارجه اللغه العاميه. نشكر كاع اللي وقفوا معنا في برنامج أبلامزية. بداية نشكر فوي محمد براث الكشفي اللي احنا الاكاد التمويلي وكل هكا القادة نتاعو وقائد بروجيكت عبد المجيد وكذلك الاكاد المحافظة الولائية اللي احنا عرضنا عليهم هذه الفكرة وتقبلوها بصدر رحب. نشكر كذلك موقع اقواس ومؤسسة اقواس متمثلة في المشرفة نتاع الحارسة حنان مطاش واعضائها جاء سالم جمعاوي والاحسن اولاد مكاي والاخت صابرين مطاش وكذلك اللي هما تقبلوا هذه الفكره وهكا وعاونونا ودروا معنا شراكه وساهموا معنا بمساهمه كبيره جدا ونشكرهم شكر جزيل وحار وكل التوفيق لموقع اقواس او مؤسسه اقواس ان شاء الله المزيد من النجاح والعطاء الاعلامي. كذلك نشكروا اللي اعطونا الديكور، نشكروا مدير المركب الرياضي اللي عاوننا بديكور الرياضه، نشكر مدير متحف المجاهد اللي وفر لنا المكان باش نصوروا برنامج أبلامزية. كذلك كل اللي هما ساهموا معنا ولو بكلمه ولو بنصيحه ولو بجام ولو بكومنتار ولو بمشاركه. نشكروا اللي هما تفاعلوا معنا في صفحه اقواس على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كذلك صفحه نفوج على اليوتيوب وكذلك كل الاصدقاء والاحباب. ونقول لهم شكرا لكم جزيلا على هذه المساهمه، ان شاء الله هذا الدعم يدفعنا اكثر باش احنا نبذلوا اكثر، ان شاء الله ممكن هذا أبلامزية ما يوقفش على اربع حلقات، ربما ان شاء الله يستمر، ونعتذر من كل الفنانين والشعراء والمنشدين اللي كانوا من المفترض يمروا معنا في برنامج أبلامزية، لكن صراحه لضيق الوقت قلصنا الاعداد الى اربع حلقات، ان شاء الله ما نكونوش احنا ثقلنا عليكم، كنا خفاف الظل عليكم على المشاهد الكريم. تقبل الله الصيام والقيام ان شاء الله. صحة لكم، كل عام وانتم بخير، وعيد سعيد لكل الاسر الاضراريه خاصه والجمعيات والكشاف الاسلاميه الجزائريه ومؤسسه الاقواس وكل الاعلاميين. نلقاكم ان شاء الله في اعداد اخرى بحول الله في برنامج أبلامزية، والسلام عليكم. وفي الاخير نشكر فريق عمل برنامج أبلامزية اللي كان واقف على قدم وساق من اجل اعطاء مادة اعلامية للمشاهد الكريم. نشكر متحف المجاهد، نشكر الكشافة الاسلامية الجزائرية، نشكركم انتم المشاهدين الكرام مشاركتونا براءتكم وتعليقاتكم حول البرنامج. الى فرصة اخرى ان شاء الله. كان معكم الاحسن ولد بكاي، الى اللقاء. انتم متابعينا باراءكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. على مواقع التواصل الاجتماعي. على مواقع التواصل الاجتماعي. على مواقع التواصل الاجتماعي. شباب منهم الاخر سنجيب قلنا لي بورطابل سيلونس صح. اسمع كنت اسمع هذا كنت اسمع كنت اسمع دي معليش هو اكل وانت نلتقي على امل لا كنت نحن نسمع اي سنغم باقي طحنا الفكره هذه هكا